ازاي اتفضل استاذ بقى؟ لا حاتم ازاي؟ اتفضل. لا ساكت اهو. حضرتك انا هاخد مساء الخير عليكم كلكم طبعا. مساء الخير اتفضل. من الاستاذ رجب حميده الفقره اللي اتكلم عنها في الدستور اللي هي الحض على الكراهيه. وهقرنها بقصه قصيره جدا واقعيه حصلت معايا شخصيا. وفي الاخر انا عايز اقول اذا كانت الحض على الكراهيه هي جريمه فهي جريمه في حق البلد كلها طبعا. الحض على الكراهيه حصلت مع تاجر السمك. تاجر ازاي؟ السمك اللي هو مع مين؟ تاجر السمك. تاجر السمك. تاجر السمك تاجر ده. لما بعت المدام قلت لها احنا عايزين سمك بركه غليون. قالت لي حاضر من عينيا ونزلت السوبر ماركت افخم انواع السوبر ماركت الموجوده في مدينه نصر. ودخلت على بياع السمك وقالت له عايزه سمك غليون. كان ردوا عليها انت بتصدقي يا مدام هو في حاجه من دي؟ دول بيضحكوا عليه. سابت السوبر ماركت النظيف قوي وراحت لتاجر السمك الشعبي في المنطقه الشعبيه اللي واقف قدامه مجموعه سيدات المجتمع اللي هو في المناطق الشعبيه وقالت له لو سمحت انا عايز السمك بتاع بركه غليون. السمك بتاعي كان ردوا عليها بركه غليون. ردوا عليها كالاتي انت بتصدقي يا مدام ده دول بيضحكوا عليه روح للسيسي خليه يجيب لك السمك ده. كان في حوالي اكتر من 20 ست بتشتري سمك كلهم في نفس واحد الله يحرقه. ده حد عكراهية ولا لا؟ ده انت عايز تقول انهم بيدفعوا الناس الى صحيح طبعا الحض على الدوله طبعا. وعلى رئيس الدوله صحيح اللي بيجي له فرصه ما بيسيبهاش يعني عصر. طيب هو طبعا يعني عشان يبقى عندك يا بركه غليون لسه يعني شوف حتى طبعا الناس ما حدش وصل لها المعلومات لكن هم بيستغلوا يعني ده مجال اهو يا دكتور خالد انه يخلي هنا انت بتسالي على السمك طب خلي السيسي يجيبه لك اي يعني. فرصه انا هقول لحضرتك حاجه برضه المهم انه يدق اسفينا بين الشعب وبين رئيس الدوله احنا هنا بيقول لك ده خطر دي الايماءات يا خطر خلينا ده مثال على مش هيبقى على رئيس الدوله وعلى الجيش وعلى الشرطه وعلى المجتمع. هسمع اجابتك بس هطلع فاصل ماشي. لينا نحييكم من جديد في الجزء الاخير من المناقشه المتعلقه بموظفي الدوله في كل مؤسسات الدولة. صحيح أثيرت القضية من جديد بعد فصل 5 من أساتذة الجامعة ممن ينتمون لجماعة الإخوان على رأسهم بكنام الشرقاوي الدكتورة بكنام الشرقاوي والدكتور محمد رشاد البيومي وهما من قيادات جماعة الإخوان البارزين. هل نتعامل مع موظفي الدولة بمنهج الاكتساس الاقتلاع ولا نتعامل بمنهج الاحتواء والقانون بمعنى احاسبهم حينما يرتكبون جريمة ولا كمان الافكار هي جزء من الجريمة وهي مقدمة للارهاب. الارهاب يبدأ بفتوى وبفكرة. طيب عشان اخد انت كنت عايز تعلق بس على موضوع كنا وقفنا عند المداخله اللي قالت على السمك وازاي ان في ناس بتحرض يعني يعني شوف موظف بسيط في جمعيه استهلاكيه في لا اي مكان لا ده مش في جمعيه ده في سوبر ماركت انا عارف وده اخواني الواد بتاع السمك في في المول ده اللي في مدينه نصر اخواني مش عرفك ان هو انا عارف ما قالش المكان انا هقول لحضرتك انت محطوط تحت التحفظ احنا عندنا تحت التحفظ لا ثواني يا جماعه ايوه احنا عندنا دلوقتي في فعلا ناس تحت التحفظ ايوه تحت التحفظ بس السمك فين الموظفين ايوه يا سيدي الموظفين اللي الدوله بتكرههم بيحطوا على الكراهيه كمان مش الموظفين اللي حطهم الدوله الدولة مسألة خطيرة جدا الدولة بتدير انما الموظفين هم ايوه اصل لما يكبر المول ده والسوبر ماركت ده اتحط تحت التحفظ الاداري والمالي من الدولة فجابت موظفين خلونا موضوعيين الموظف ده بيحط على الكراهية ما جابش موظفين طيب ما غيرش علشان يا جماعة لو سمحت احنا عشان نكون موضوعيين في فعلا ناس بتحرض لكن دول انا اعتقد ان هم قلة ما احنا بنشوفهم لكن الاغلبيه اللي موجوده يعني 5 6 لا مش مهم هنقول النسبه قد ايه لكن فعلا في ناس بتبقى نتيجه
دعاية زائدة. يعني مثلا المشروع اللي ذكر احنا عارفين ان ده مشروع واعد لكن لسه انتاجه ما نزلش في السوق، هينزل في مناطق معينة. لما انا بعض القنوات اشوف، انا سمعت مذيعة بودني بتسأل واحد بتقول له كده مش كده مشكلة مصر في الاسماك اتحلت، فالناس تنزل تسأل، فيجي لموظف 10 ولا 15 زبون في نص ساعة بيسألوه على حاجة، فهيقول لهم ايه اللي هو ايه ده وسعر السمك. يبقى احنا من عندنا غلط برضو، احنا من عندنا الدعاية الزائدة بدون تفهيم الشعب ان في شغل بيحصل مش هيطرح انتاج النهاردة، هيبتدي يطرح النهاردة قمة انتاجه بعد كذا هتكون في المناطق الفلانية، ده هيقلل كتير. دكتور يا دكتور، الدكتور قال كلام خطير جدا، عارف قال ايه؟ ان مذيعة يعني جزء من الاعلام، انا بقى بزيد لك بقى الطين بله زي ما بقوله. المحافظ مثلا بتاع كفر الشيخ مع احترامي الشديد له، وهو محافظ نشط وبيعمل وطور المحافظه جدا، ده من اهم المحافظين جدا جدا، محترم وشغال وعمل شغل محترم وشغال، بلدي التي اعتز به مسقط راسي. لكن هو طلع برضه في تصريح قال الاسماك لن تتجاوز 10 جنيهات. فلما تيجي الناس تعرف هي ربما يكون الاعلام نقل عنه، ندقق في ده لان انا الحقيقه سمعته فالناس معذوره يعني ما